احنا صرنا جاهزين للعيد، جهزنا العيد وجبنا المعمول ودلة القهوة طاولة واكيد جاهزة. الطاولة جاهزة. معانا مصممة الديكور راما الحيط لنحكي اكثر عن تفاصيل العيد وكيف بتقدر ست البيت تعمل احلى طاولة واحلى قعدة اكيد باجواء العيد. كل عام وانت بخير واهلا وسهلا فيكي معانا راما. شكرا كثير على هاي الاستضافة. اهلا وسهلا راما. يعني عم نشوف اليوم تجهيز لطاولة عيد الاضحى. عيد الاضحى كل عام وانت بخير. وكل عام وانت بالف خير اكيد. بداية بنشوف دائما لازم يعني خروف العيد يكون متواجد في الزينة وتعودنا على وجوده، ولكن اليوم سنة عن سنة عم نشوف في تغيير بطريقة الزينة أو الترند زي ما بنحكي. شو هاي السنة التوجه أكثر بالزينة؟ تمام. هلا أكيد أهم إشي الضيافة، يعني الواحد ما بصير بس يهتم بمظهره الخارجي كلبس عيد، لا لازم يهتم بمظهر اللي الناس رح تشوفه لما يزوروه على بيته. أنت بدك تعمل بيئة مريحة أنيقة للناس اللي بدها تيجي تزورك على بيتك. هلا الشغلات الثابتة اللي نحن متعودين عليها اللي هي عاداتنا، عاداتنا التقليدية اللي هي القهوة العربية، كعك العيد، الشوكولاتة، هدول كشغلات ثابتة. هلا الشغلات الجديدة هلا إنه بطل الكل يلتزم بهاي العادات، ممكن يضيف عليها، يعني فينا نضيف عليها البيتي فور، نضيف عليها الحلويات البيتيت، يعني بنعمل تشكيلة أكثر على الطاولة. مش بس معمول. بالضبط، مش بس معمول، هيك أنت بتعمل تنويع وبتعمل كمان تنويع للنظر لما الناس يشوفوا الطاولة، بيكون أكثر من إشي، ما بتضلك محصور بس بإضافة معينة. هلا بالنسبة للشغلات الترند إنه هلا نحن عم نبعد عن الذهبي اللي كتير بلمع، يعني في فترة مرقت كان كتير في لون ذهبي بلمع بمقتنيات الضيافة، حاليا هلا الشغلات الأنعم اللي جاي سيمبل أكثر هي اللي دارجة، عم ندخل ألوان مش بس محصورين باللون الأبيض الذهبي الفضي، لا عم ندخل ألوان، ندخل زيتي، عم ندخل الألوان السماوية، يعني خصوصا إنه عيد الأضحى هلا صار يجي بالصيف مش زي زمان بيجي بالشتاء، كان هلا عم بيجي بالصيف، فبندخل ألوان شوية. وبنحس قد ايه البساطة بتفوز دائما بكل دايماً مناسبات دايماً دايماً فعلا أكيد. كل ما كانت الشغلة أبسط كل ما كانت أحلى، وكمان طبعاً مش كتير مكلفة بالنسبة لست البيت. بالضبط. هلا هو هذا المغزى من اللي عم نحكي فيه، انه الشغله مش مكلفه. هلا مثلا من اهم الشغلات اللي لازم مثلا تكون عند طاوله الضيافه بالعيد انه نحن ما نحط الصحون على ليفل واحد، لازم يكون في اكثر من مستوى. وكمان هذا المستوى مش مكلف، انا ما عم بطلب انه نروح نشتري ستاند عادي، اي صحن بالبيت اي كاسه فينا نقلبها ونحط عليها الصحن، مش ضروري طقم كامل، مش نفس الالوان ونفس ضروري. الحجم يعني باقل التكاليف ممكن نطلع بطاوله انيقه مرتبه فيها مستويات دارجه مع الموسم، بدنا نقول دارجه مع الموسم من دون اي تكلفه ماديه. نعم. حتى مثلا عندنا مجسم الكعبه هنا، بالضبط مجسم الكعبه هنا هو غير مكلف ابدا، هو عباره عن خشب واكريليك، وحاليا هلا في كتير مشاريع عم تشتغل بالاكريليك في الاردن. صح. وغير مكلفين. ممكن نستبعد عن موضوع الخشب والاكريليك، في كتير شغلات من الاشغال اليدويه بالمكاتب بنعملوا برضه غير مكلفين ابدا، اللي عنده طوله بال انه يعمل مجسم لحاله برضه ما مش مكلف. في ناس بتحب تتصرف فعليا، هي بس تاخذ الفكره من الانترنت او من جوجل وبالضبط. هلا السوشيال ميديا بنترست موجود. أيوة كمان بنترست. يعني غير شكل عم بشوف في ظروف هاي العيديات. بالضبط جايبتينا العيديات عيدينا. هلا هي اقتراحين نحن فينا هذا احلى جزء. بالضبط احلى جزء فعليا. هلا نحن لازم اكيد غير ضيافه العيد التقليديه نضيف شيء للاطفال، لانه العيد هو لفرحه الاطفال مش للكبار في البدايه. هلا هون فينا نعمل مثلا شغلات بالخيش، ممكن نعملهم مجسمات بالخروف، ممكن ندخل مثلا احنا اللي بيهمنا اللي جوا الشوكليت. ما في عيدية؟ لا مش عيدية اليوم، العيدية الأسبوع الجاي. رح نشوف مع بعض وعليها زي ستيكر صغيرة عيد. بالضبط عيد مبارك للصغار، فينا نحط فيها كاندي. نعم. فينا نحط فيها ملبس. حلو. أي شيء للصغار. هلا شغلة تانية من الشغلات اللي أنا عملتها هنا مقترحين للشوكولاتة لحتى نتميز نحن بضيافة العيد. مو شرط أنا أجيب الشوكولاتة زي ما هي، عادي ممكن أطبع برضه غير مكلفة تماما بالمكتبة ستيكرز إشي بميز. شكرا. تفضلوا. شكرا كلك زو. شكرا شكرا شكرا. شوف تفاصيل ممكن هيك انت بتضمني انك تتميزي عن باقي بيوت العيله، بنقدر نقول بتكوني انت بيتك مميز. هدول الستيكر سهل نأمنهم، سهل جدا بالمكاتب على A4 بنطبع ورقه ستيكرز وبنقص. حلو كتير. حلو ويعني الورقه طباعتها غير مكلفه ابدا، الA4 بنحكي برينج النص دينار الملون.
بتعمل لنا تقريبا 20-25 حبة. ففي شغلات أبدا مش مكلفة إذا انشغلت في الإيد. صح. مش مكلفة. شغلة تانية مثلا أنا من الناس اللي ما بحب اسم الشركات يبين بالضيافة. فينا مثلا المي بتعرف العيد صعب الواحد يضل يجلي ويعمل. فكاسات المي برضو بنحط نقدر نحط عليهم ستيكرز برضو بخصوص العيد. حلوة. هيك عم نخفي اسم الشركات بيكون إشي أرتب. بسيطة حلوة أنيقة جدا. أو إشي هاي أعتقد زي ما حكيتي تخفيف جلي. طبعا تخفيف جلي طبعا بالعيد. بنفس الوقت بدي حلوة والضيف كمان بيكون مرتاح مسكرة. مسكرة بالضبط. وبالنهاية يعني مكتوب عليها كمان عيد أضحى مبارك. تعرف أنا بحب أشرب المي فيهم أكثر من الكاسات. ما بحب يعني دائما يا أنينة مسكرة يا كاسة مسكرة. صحيح. ففعلا حجمها مناسب ومرتبة والديزاين مناسب. فينا نعمله من فوق بما يتناسب مع الطاولة كاملة. يعني كل شيء بأقل التكاليف وبالنهاية بيطلع إشي مرتب. صحيح. يعني بالنهاية بدك تلتزمي بالألوان. بدنا كمان ناخذ بعين الاعتبار الأثاث اللي حوالين الطاولة. بالزبط. مش بس نشتري صحون ونشتري كاسات. لا بدنا نلتزم بالأثاث اللي حوالين الطاولة لأنه ضيافة العيد حلاوتها تكون قدام الضيف. حلو. مش بعيدة عن الضيف. حلو. طيب راما كيف نقدر ناخذ أفكار منك؟ بتنزلي أشياء على السوشيال ميديا؟ يس ممكن أكيد. نتعاون سوا نحضر لفكرة مثلا قبل العيد. طبعا أكيد أنا دائما بنزل أول بأول أفكار على السوشيال ميديا سواء عن العيد. أنا عندي راما الحيط وفي رامز إيفنتس. تمام. هلأ أنا بزودها للمونتاج. عندي راما الحيط ورامز إيفنتس وفي على التيك توك على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. أي مناسبة بتصير أنا بنزل دائما أول بأول أفكار حتى بشغلات يومية. بلحقوا هلأ يتفقوا معك؟ بلحقوا خلاص. لا بلحقوا ما ضل كم من يوم. بلحقوا إن شاء الله. حلو. بالنسبة ل خلينا نحكي عم بشوف لأنه مستعمل القطن أنت. بالضبط. أحيانا هاي الشغلات البسيطة زي القطن مع الإضاءة بتلعب دور. ممكن إضاءة هلا البيت. أنا هنا دخلت كونسبت الخروف. فاستخدمت البوليستر بما معنى كأنه الصوف تاع الخروف. هلا هو كان كنا رح نضيف هلا هيدن لايت بس ما كان في وقت معنا. ما بدي أحكي عن الإضاءة قديش تلعب دور على بالضبط مع هيدن لايت كان رح يعطي شكل كتير حلو. طبعا أكيد ما رح ننسى مجسمات الخروف اللي هي موجودة كل عيد وهلأ موجودة متوفرة كتير في الأسواق وفي منها المكلفة كتير وفي منها الأقل كلفة حسب الماتيريال تاعتها وشكلهم التنين حلوين. حلوين فعلا. أولادنا بحبوا يشوفوا الخروف موجود داخل البيت حتى لو كان على شكل زينة. قوليلي هذا القطن نقدر مثلا ناخده من شغلة عندنا بالبيت؟ بوليستر من بالضبط فينا ناخده من أي كشن أو مخدة ما بدنا إياها. تمام. وموجود محلات مواد البنى. صح. وتكلفته يعني قليلة لا يحكى فيها بالضبط. نعم. طيب المعمول؟ المعمول المعمول بيتي. بيتي بتفضلي نوع معين ولا كيف؟ يعني هلا اكيد الواحد بفضل ينعمل بالبيت وبالشوب. طريقه الاحتفاظ فيه شو؟ اكيد طريقه الاحتفاظ فيه بدنا نكون حريصين انه في غطاء يكون مغطى للصحن. في ناس بيحبوا يغطوا بنايلون بس نحن بنفضل يكون في غطاء ارتب وارقى. طبعا نعم. اكيد يعني كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا راما وشكرا على وجودك معنا بيوم جديد واعطتينا هيك بعض الافكار. المهم كمان بنحكي بجانب كل الديكور نكون احنا سعيدين من أكيد طبعا داخل. اكيد اكيد بس طبعاً. هاي صراحه اللفتات الصغيره بتاثر على طبعا العين اللي بتاكل. صح. العين اللي بتشوف تاثر جدا. في قهوه ولا ما في قهوه؟ صراحه لا. طيب انا كنت حكي من هذا السؤال. هلا رح نعمل قهوه اكيد. سالت كيف اخر اللقاء يعني كنت ماشيه الامور بس انا عم بشكر سالته. شكرا 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 كثير على هاي الاستضافه العام وانت بالف شكر.